مرحبا اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من صوم وتصح اليوم حلقتنا الثانية والعشرون مع الدكتورة كريمة عبدو اهلا وسهلا فيكي دكتورة أهلا يا دكتور ازي حضرتك؟ الحمد لله ربنا خلاص العيد والحاجات أوه. وال وال والكحك والبسكوت بقى والدنيا يعني صحيح <applause> صحيح الله الله يعيننا بس هالكم يوم ان شاء الله على القيام واستكمال هذا الصيام الله في هذا الاواخر يا رب ان شاء الله اليوم انا ايش بدك تحدثينا يا دكتوره واحنا كنا اذان صاغيه لك والله هو النهارده يعني الحقيقه اه وانا ببص كده لقيت ان احنا في ليله وتريه فيعني عايزين ندور على حاجه تدينا كده شويه نشاط وحيويه بحيث ان احنا نقدر نقف ونقيم الليل ونصلي و... ونطلع بقى من رمضان يعني لعل الله سبحانه وتعالى يعني يرى اجتهادنا ويرى اللي احنا بنعمله يرزقنا بليله القدر ففي حاجات بتخلينا ان احنا بتزود كفاءه الجسم وبتعلي نشاطه وحيويته. أه الحاجات دي بصراحه انا شفتها قدرا يعني انا كان بقالي فتره بدور عليها أه كان في سوبر ماركت ولقيت قدامي أه الفاكهه العظيمه دي. قلت سبحان الله طب احنا نتكلم مع حبايبنا في الموضوع واللي و... و... يقدر يجيب بقى النهارده ولا يجيب بكره بحيث ان ان حاجه فيها مكملات يعني سبحان الله في خلقه. يعني لو ما تعرف الفوايد اللي في موجودة في الفاكهة دي مش هتقطعها من بيتك نهائي ايه هي بقى الفاكهة دي هي الافوكادو احنا اتكلمنا قبل كده فاكرين في حلقة الزيوت لما اتكلمنا عن الزيوت النباتية وقلنا من اعلى الزيوت والسوبر فود فيها السوبر أويلز اللي هو زيت الافوكادو زيت الافوكادو سحر يعني مفيش اي حاجه تقدر تاكسده النهارده هنتكلم عن ثمره الافوكادو نفسها بتعمل ايه الثمره دي وايه سر عظمتها ربنا سبحانه وتعالى لما بيخلق اي شيء في الطبيعه بيخلقه وجواه توازن يعني ما يحطش معاه مكون يضاد مكون اخر يعني مثلا لما لما ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا اللحمه ما تلاقي اللحمه معاها الدهون وده الشيء الطبيعي اللي يبقى موجود معاها عشان يحصل امتصاص للحمة واستفادة بيها لابد من وجود الدهون معاها اه مثلاً الرز الأرز كله نشويات معهوش أي حاجات تانية اه الفواكه التانية غير الأفوكادو الفواكه التانية هتلاقي الفاكهة كلها مليئة بالسكر مش هتلاقي فيها دهون لأن الدهون والسكر ما يجتمعوش مع بعض الأفوكادو بقى ده مليان بالدهون سبحان الله الفاكهه الوحيده الغنيه بنوع محترم جدا 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 من الدهون ومن اغلى وانقى الدهون الصحيه الدهون اللي موجوده في الافوكادو وبعدين ما فيها سكر الحاجه بقى اللي هي ممكن تعكن علينا و... ونحد من استعمالها ان الفاكهه دي ما فيها سكر فهي ده اعظم شيء فيها بقى كمان ان هي غنيه جدا جدا بالعنصر اللي بيعمل توازن وبيعمل بالانس كده في الجسم اللي هو ايه؟ البوتاسيوم. النهارده كلامنا الاساسي على عنصر البوتاسيوم وايه اللي بيعمله عنصر البوتاسيوم في الجسم واحنا عارفين يعني احنا عايزين نسهر وعايزين نحاول نحيي الليله ونقف ونعمل فمش عايزين ضغطنا يعلى، مش عايزين اجسامنا ترهق. اللي ممكن يظبط لي ضغط الدم، وممكن يظبط لي القلب ويديله قوه، وممكن يظبط لي العضلات، البوتاسيوم، البوتاسيوم ده يعني سبحان الله ربنا وضعه في الثمره دي لانه مهم جدا للجسم. آه بيضبط الانسولين. احنا كل ده اللي احنا بنعمله بنحاول نعمل ضبط للجسم بضبط العناصر الغذائيه اللي ندخلها له. البوتاسيوم اللي موجود في الافوكادو بيعمل لي عمليه ضبط للانسولين، بيخلي الانسولين في مستوى منخفض ما بيخليهوش يرتفع. بيعمل ايه كمان؟ بيحسن لي وظائف الكبد بيخلي الكبد في اعلى درجه من النشاط والحيويه. بيخلي ليه؟ لان لما الكبد يبقى نشط يستطيع ويبقى عنده القدره على حرق الدهون. فما ما تتكونش دهون ما تبقاش موجوده دهون موجوده على الكبد ويبقى ليفر فاتي ليفر او الكبد الدهني وده طبعا بيسبب مشاكل كبيره جدا. ايه تاني موجود في الافوكادو؟ الافوكادو موجود فيه فيتامين كي وفيتامين كي احنا اتكلمنا عنه قبل كده ان هو مهم جدا في الدم ومهم جدا لعمليات السيولة وعمليات الانتظام سريان الدم ومهم جدا للأوعية الدموية موجود وموجود بكميات كويسة جدا في الأفوكادو موجود كمان في حاجة بتهم الناس الستات الحوامل قوي الفوليك أسد أو حمض الفوليك حمض الفوليك ده مهم جدا للست في فترة الحمل وبعد الولادة ومهم لنا كلنا بس بالذات لو الست الحامل ما أخدتش حمض الفوليك ده بيحصل تشوهات في الجنين فده مهم جدا في حالات الحمل ومهم جدا لصحتنا از جنرال يعني بصفة عامة فالأفوكادو غني جدا بالفوليك أسد وحمض الفوليك ربنا سبحانه وتعالى اداله في الثمرة اللي قدامنا دي حاجات عظيمة جدا من اهم كمان الحاجات اللي موجودة فيها فيتامين ايه واحنا عارفين مدى اهمية فيتامين ايه للانسجة الرخوة اهمية فيتامين ايه للنسيج بتاع الانف نسيج الفم للاغشية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي الناس ربنا يا رب يعافي كل البشر وما يجيبش لحد حاجه وحشه، الناس اللي بتصاب بكورونا بتحصل مهاجمه للاغشيه المخاطيه، اول ما بيهاجم الفيروس بيهاجم الاغشيه المخاطيه للانف وللفم وللجهاز التنفسي. فعشان تستعيد او تقوي الاغشيه دي لابد من دخول فيتامين اي. آه بعد التعافي من كورونا بيحصل ان بيفضل الشخص عنده تهيج بتفضل الكحه مده طويله بعد التعافي وبعد ما يطلع ان هو نيجاتيف فيروس كوفيد بتفضل الكحه موجوده بيفضل العطس والرشح موجود نتيجه ان هو فقد كميه كبيره من الاغشيه المخاطيه اللي يعزز له الاغشيه المخاطيه دي فيتامين ايه هنلاقيه موجود بكثره وموجود بوفره في الافوكادو ايه يا ربي سبحان الله ثمره واحده لو انت اكلت كل يوم ثمره واحده من ده او كل يومين ثمره يعني الثمره كده قسمتها على يومين حتى آه يعني قد ايه الفوائد العظيمه اللي هي بتديها آه سبحان الله من حكمه ربنا آه زي ما دايما احنا بنقول آه فلينظر الانسان الى طعامه احنا واحنا في ليله وطريه زي دي واحنا بن يعني بنقرا القران لابد ان احنا نتفهم اياته ونعيشها ونتمعن فيها. ربنا لما يقول لنا ايه زي كده ما لناش كده وخلاص ونعدي عليها. لا احنا يعني في واحد بيقعد ياكل والاكل بتعجبه قوي ويقول مراته تسلم ايدك والله الاكل شهي وجميل. لا احنا مش عايزين دي بس اه الشكر والامتنان مطلوب وتشجيع مطلوب لكن الشكر والامتنان لله سبحانه وتعالى اما ربنا يحط لك في ثمره كل الفوائد دي من من اكثر الفوائد اللي اكتشفوها كمان ان هي لما بتقطعوا على السلطه بتعزز الاستفاده من مضادات الاكسده اللي موجوده في طبق السلطه احنا قلنا طبق السلطه فائدته والاهتمام بيه عشان المواد اللي موجوده مضادات الاكسده اللي احنا بنبقى محتاجينها لاجسامنا. يعني آه بتزود آه هذه الكميه. اه هي بتعزز ان احنا نستفيد بيها بتعزز الجسم بتخليه يقدر فعلا يستفيد بمضادات الاكسده اللي موجوده. تعال بص كمان هنلاقي حاجه مهمه جدا في في الثمره دي احنا عارفين ان فيتامين إيه وفيتامين كي من وفيتامين اي e موجود فيها فيتامين E بكثره الفيتامين Z دي من الفيتامين اللي هي بتدوب في الدهون احنا لو اخدناها وما خدناش معاها دهون وما كانش في وجبه فيها دهون ما بيستفدش منها الجسم فسبحان الله ربنا يحطها في ثمره هي فيها كميه دهون جميله جدا يعني شوف بقى حكمه ربنا وشوف خلق الله وسبحان الله في كل لحظه نقول سبحان الله احنا جماعه العباده لما ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون العباده اللي ربنا امرنا بيها مش بس ان احنا الصلاه وقراءه القران انت وانت بتاكل في اكلك وانت قاعد بتفطر كده انت ممكن تكون طول الوقت في عباده لما لما تتذكر كلام زي كده وتلاقي الاكل قدامك وتتخيل قد ايه ربنا حط لك فوائد وقد ايه قال لك تستفيد انت كده بتعبد ربنا وتقول سبحانك يا رب سبحان الله في خلقه انه خلق لنا حاجه زي كده تفيدنا بالطريقه دي يبقى انا بعبد ربنا وانا بفطر وانا بتناول اكلي في الافطار او في السحور تخيل انت لما تدخل جسمك كل مجموعه الفيتامينز والاملاح المعدنيه دي. اللي هيحصل فيه؟ اكيد ان هو هياخد حي... نشاط وهياخد حيويه، هتعمل ضبط لضغط الدم مهما سهرت مهما وقفت وقريت قران او صليت مش حي... مش هتحس بالارهاق ولا هيرتفع ضغط الدم، هيحسسك بالشبع، احنا عارفين الدهون أكتر حاجه بتحسسنا بالشبع. فتبقى بالتالي انت لو خربتها نص واحده على طبق السلطه واكلته مع الاكل مش هتضطر تاكل كميه كبيره، يبقى بالتالي بعد لما تخلص اكل مش هتحس بتخمة ولا هتحس بالارهاق اللي بنحس بيه لما بناكل كميات كبيره من الطعام. فيها ايه تاني؟ يعني انا يعني فعلا ما استهونيش ان انا اكلمكم عنها الا لما لقيت كم الفوائد الرهيبه اللي موجوده فيها، غنيه جدا بالالياف المفيده. واحنا عارفين ان الالياف دي هي لما بتبقى موجوده في الامعاء بتحارب الامساك بتساعدنا على هضم الاغذيه بتساعد كمان على امتصاص الزايد من الجسم مش محتاجه فهي بتستهلكه الالياف لانها بتحتاج سعرات كبيره عشان تهضم واللي ما بيهضمش بيخرج فبيساعد في عمليات ان ما يحصلش امساك فكل الفوائد العظيمه دي موجودة فيه، في كمان حاجة مهمة جداً في مواد مضادات للبكتيريا وللفيروسات يعني علاوه على مضادات الاكسده اللي موجوده فيه هو كمان مضاد للبكتيريا وللفيروسات فانت انت بتاكل صيدليه يعني بتدخل جسمك في حاجه بسيطه قد كده صغيره في طبق السلطه او بتحطه كده مثلا في الصخور جنب الجبنه جنب شرايح كده مع الجبنه مع البيض انت بتدخل جسمك صيدليه كامله من المواد الطبيعية اللي ربنا خلقها ما حاجة بتنافي حاجة ولا حاجة بتضاد حاجة بتنفعنا وبتدينا صحة وبتدينا عافية يا رب ان يكون الافوكادو عجبكم طعمه هو خالي من السكر فمش هتستطعم بس رش عليه ملح وفلفل اسود بس ملح ملاية مش الملح العادي آه يعني عشان يبقى برضو غني بالبوتاسيوم ويبقى ما دخلتش في حاجات ممكن ترفع لي ضغط الدم آه هيعجبك جدا كلوها آه خلوها موجوده في بيتكم باستمرار هتنفعكم وتنفع اولادكم ولما تاكلها وتقف تصلي كده وتلاقي عندك نشاط وحيويه ادعي لي دعوتين اسالكم الدعاء في هذه الليله ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ويجعلها ليله قدر كده ويتقبل فينا فيها الدعاء ويرزقنا بيها يا رب ويرزقنا يعني ان احنا قيامها و... والصلاه فيها وتلاوه القران وربنا يتقبل منكم الصيام والقيام ونتقابل ان شاء الله بكره في حلقه جديده من صوم تصحوا واشوفكم بخير سلام عليكم